السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده فيديو جديد هنتكلم فيه عن اوضاع كلها بتاعت الكاميرا. لو انت معاك كاميرا فانت لما تيجي تبص هنا كده فهتلاقي هنا البكره دي، فهتلاقي فيه اوضاع كتير، منها الاوتو ومنها المانيوال ومنها اوضاع تانية كتير. طيب النهارده ان شاء الله نتكلم ان انت الاوضاع اللي عندك موجوده في الكاميرا دي امتى تستخدم كل واحده، وكل واحده بتعمل ايه بالظبط بالتفصيل. تابعوا معايا الفيديو ان شاء الله لاخر الفيديو عشان تعرفوا كل التفاصيل ديت. لو عندكم اي كومنت اكتبوا لي تحت في الكومنتات، شوفوا الفيديو الاخر قول لي ايه رايك، لو في فيديو عن حاجه معينه اكتب لي تحت وانا بشوف كل الاراء. لايك للفيديو، اشتراك في القناه عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله، ونخش على موضوع الفيديو. هنا الاوضاع اللي بتبقى موجوده في الكاميرا هنا بتختلف من كاميرات للتانيه، بس في اوضاع بتبقى موجوده ثابته ودي اللي احنا هنتكلم عليها. طيب اول وضع هتبص، او اللي انت مثلا لما تجيب الكاميرا هتلاقي الكاميرا موجوده عليه، واللي هو هيبقى هتلاقي عندك بالاخضر هنا وهتلاقي سهم، فده هيبقى وضع الاوتو مود. وضع الاوتو مود ده لما انت مثلا تيجي تصور اي صوره فهتلاقي الكاميرا بتعمل كل حاجه لوحدها، بتظبط الاضاءه كلها اوتوماتيك. طيب نعرف بس الاول الكاميرا بتظبط ايه، يعني ايه الحاجات اللي هي بتظبطها. في وضع الاوتو مود الكاميرا بتظبط كل حاجه. الاساسيات اللي احنا بنعتمد عليها في الاضاءه هي حاجه اسمها الاي اس او، ودوت حساسيه السنسور نفسه او حساسيه الكاميرا للضوء، وده بيكون عندك من 100 او من 50 في بعض الكاميرات، وبيعلى لفوق على حسب الكاميرا بتاعتك. طيب وعندنا حاجه اسمها فتحه العدسه. فتحه العدسه دي على حسب العدسه اللي عندك. يعني بصوا لو شايفين هنا كده، دي مثلا احنا عاملين كده فتحه العدسه على 16. 16 كل ما الرقم يبقى كبير كل ما الاضاءه اللي تخش قليله، لكن هنا كل ما نقلل فتحه العدسه نخلي الرقم صغير هتلاقي ان شايفين العدسه بتوسع معانا، فبتدخل اضاءه اكتر للكاميرا. طيب دي تاني حاجه احنا بنتحكم فيها. تالت حاجه بقى احنا بنتحكم فيها وهي الشاتر سبيد. الشاتر سبيد دوت هنا بيبقى موجود عندك واحد وعلى ورقم، يستحسن ان انت تخليه واحد على 125. طيب امتى احنا نلعب في الشاتر سبيد؟ لو عايز تعلي الشاتر سبيد فانت عايز تجمد حاجه، يعني مثلا تخليه اعلى من واحد على مثلا 125 فيبدا ان هو يجمد لك الحاجه، مثلا واحد على 400 او اعلى من كده، او انت عايز تقلل الاضاءه اللي داخله للكاميرا. لو هتقلل عن كده، لو انت هتصور فيديو فانت تقلل الشاتر سبيد على حسب الفريم ريت اللي انت بتصور عليه. طيب زي ما قلنا وضع الاوتو مود دوت كل حاجه بيتحكم لنا في فتحه العدسه، وبيتحكم كمان هنا في الشاتر سبيد، وبيتحكم كمان في الاي اس او اللي هو حساسيه الضوء اللي داخله للكاميرا، زائد كمان ان هو بيتحكم في الوايت بالانس، وبيتحكم في حاجات تانية كتير. يعني انت كل اللي عليك انك تدوس على الزرار كده وتصور، وهو هيظبط كل حاجه اوتو. طيب انا ما انصحش بالوضع ده، الوضع اللي انا بنصح بيه نصور عليه وهو وضع المانيوال مود. وانت لما تبص كده هتقلب البكره هتلاقي عندك حرف الام، ودوت وضع المانيوال مود. هنا انت بتظبط كل حاجه، بتظبط الشاتر سبيد مانيوال وفتحه العدسه، وبتظبط حساسيه السنسور اللي داخله للكاميرا. طيب الوضع دوت انا شرحته بالتفصيل اكتر في فيديو تاني هتلاقوه موجود على القناه، حوالي تقريبا ثالث فيديو او رابع فيديو. الفيديو هتلاقيه ازاي تصور بالطريقه الصح، وده هتلاقي فيه شرح عن كل حاجه استخدام المانيوال مود على الكاميرا. طيب هنا عندنا وضع هتلاقيه وضع الاي. وضع الاي دوت بيخليك ان انت تتحكم، الكاميرا نفسها هي اللي تتحكم في سرعه الشطر، تظبطه على حسب ما هي عايزه، بتشوف الاضاءه اللي داخله ايه وتبدا ان هي تظبطها، وبتسيب لك انت الاختيار في فتحه العدسه. انا عندي هنا العدسه مانيوال فبتحكم انا في فتحه العدسه مانيوال، وتسيب لك الاختيار لو انت عايز تظبط الايزو مانيوال حساسيه الضوء تظبطها تشوف داخله للكاميرا كام. طيب ده كان اول وضع عندنا بعد الاوتو والمانيوال. طيب عندنا وضع هنا تاني، وده وضع هتلاقيه مكتوب عليه هنا حرف البي. الوضع دوت بيبدا ان هو يتحكم في الشاتر سبيد، وبيتحكم في فتحه العدسه، ويسيب لك انت الاختيار في الاي اس او تظبط حساسيه الضوء اللي داخله للكاميرا من على الكاميرا نفسها. في وضع تاني هنا هتلاقيه اسمه الاس. الاس دوت بيسيب لك انت الاختيار تتحكم في الاي اس او، وبيسيب لك اختيار تتحكم في الشاتر سبيد تشوف انت عايزه قد ايه، وبيبدا ان هو يتحكم في فتحه العدسه. طيب الاوضاع دي بتبقى موجوده ثابته في الكاميرات كلها، هنا انت تستخدم انهي واحده فيهم، شوف انت عايز تعمل ايه. انت لو هتصور مثلا، لو شايف ان انت دلوقتي في وقت
الدنيا شمس فيه وعايز صورة شرب، فانت دلوقتي عايز صورة شرب، فهتبدأ ان انت تقلل فتحة العدسة والشاتر سبيد كده كده مش هتحتاج قوي، فهو هيبدأ يظبطه مثلا على 125. كل اللي انت عايزه الايزو يبقى 100. هنا مثلا لو انت عايز تصور حاجة تجري بسرعة وعايز توقفها، عايز انت هنا تظبط الشاتر سبيد تخليه على حاجة عالية زي مثلا 400 او 1000 او اعلى من كده على حسب الحاجة اللي انت عايز تعملها. طيب وفي وضع برضو تاني عندنا هنا، الوضع دوت انت هتلاقي الوضع دوت بيتحكم عندك، هتلاقي عندك الكاميرا بتتحكم في الاي اس او، وكمان هتلاقيها بتتحكم في الشاتر سبيد، هي بتظبطه، وهتسيب لك بس الاختيار ان انت تظبط فتحة العدسة عندك. يبقى افضل وضع انا بنصح بيه ايه؟ ان انت تستخدم وضع المانيوال مود وتظبط كل حاجة مانيوال بنفسك، عشان الاوضاع دي ساعات بتغلط، ساعات بيبقى فيها اخطاء، فانت الافضل ان انت تستخدم الكاميرا على وضع المانيوال مود تتحكم كل حاجة بنفسك. طيب هنا عندنا حاجة تانية، لما نقلب هنا عن وضع المانيوال مود لازم ان احنا ممكن تظبطها مانيوال وممكن تظبطها اوتو. طيب هنا احنا لو دوسنا كده فهتلاقي حاجة اسمها الوايت بالانس. هنا انت الوايت بالانس تعملها بالكلفن. تظبطها ازاي؟ هتجيب مثلا اي حاجة لونها رمادي وتصور عليها وتشوف اللون ده طالع رمادي في الكاميرا، فخلاص كده الوايت بالانس اتظبط معاك. او ممكن انت تعملها اوتو، بس كحاجة بروفيشنال اكتر تستخدم الوايت بالانس في وضع الكلفن. طيب لو انت لسه بتبتدي وحابب ان انت ما ترهقش نفسك بكذا حاجة او ما تشتتش بكذا حاجة، فابدأ استخدم الوايت بالانس مانيوال، وممكن تعدل عليه باللايت روم او الفوتوشوب، وبعد كده لما تبدأ تتعود على الكاميرا اللي انت ماسكها، تتعود على شاتر سبيد وازاي تظبط فتح العدسة بسرعة وازاي تظبط الاي اس او، تلاقي نفسك متمكن. فابدأ خش على الوايت بالانس. ده كده كان شرح الاوضاع اللي موجودة في الكاميرا هنا، وتستخدم كل واحدة ازاي وكل واحدة بتعمل ايه. طبعا زي ما قلت لكم، لو انت عايز تصور حاجة بروفيشنال فالافضل ان انت تخليك على وضع المانيوال مود، ده افضل حاجة هتديك احسن نتيجة. لو انت مثلا بتصور كده بس، عايز حاجة مثلا تطلع لك جودة زي الموبايل، ما تعملش اعدادات كتير، فهتخليك على وضع الاوتو مود اللي هو عليه علامة خضراء دوت. بس ودي كده كانت كل حاجة في فيديو النهاردة. نعمل ان شاء الله فيديو تاني عن شرح القائم بتاعة الكاميرا، القائم نفسها. يعني انت لما تخش هنا على زرار المينيو فبيجيب لك قائم كتير، فاحنا هنشرح القوائم دي كلها بتاعت الكاميرا ان شاء الله في فيديو جاي. فاستنوني ان شاء الله في فيديو جاي. ما تنساش لو انت لسه ما عملتش لايك للفيديو تعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناة، فعل زرار الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله، تخلي زرار الجرس على الكل. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.